التحليلية من الميادين، عشرات الآلاف في صنعاء والحديدة وحجة يتظاهرون ضد حصار التحالف السعودي. الحوثي يقول إما سلام حقيقي وإما حرب حتى الانتصار، فإلى أي مآل يتجه اليمن؟ تظاهرات للمعارضة في جورجيا بعد تحركات مماثلة في أرمينيا. ما الذي يجري في القوقاز؟ أزمات داخلية أم مؤثرات خارجية؟ الهدية فيلم إلى جوائز الأوسكار يحكي معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال. الهدية ليس من صنع الخيال، إنما من مرارة عيش الفلسطينيين في قالب إخراجي إبداعي. وفي قضية اليوم، اعتداء أمريكي على الحدود السورية العراقية. بايدن يستهل دبلوماسيته بالنار، وموسكو ترفض تحويل سوريا ساحة لتصفية الحسابات. ما هي خيارات محور المقاومة؟ السلام الحقيقي أو الحرب حتى الانتصار؟ عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي حسم الخيارات. لم يعد هناك من مجال لترك الباب مواربا، فإذا أراد بايدن السلام عليه سحب خبرائه الذين يديرون المعركة في مأرب، وإذا أراد التحالف السعودي إنهاء الحرب فعليه أن يدافع عن حدوده لا عن مأرب. بأن على السعودية أن تدافع عن نفسها في حدودها وليس في مأرب. ولا أستحي أيضا عندما أقول للإماراتيين بأن يذهبوا إلى تلك الجزر التي تدعون احتلالها من إيران، فاسحبوا كل تنظيمكم وكل منصاتكم وكل بطارياتكم إلى هناك إن كنتم رجالا وليس إلى مأرب. ولا أستحي أيضا عندما أقول يا بايدن، إذا أردت السلام فعليك أن تسحب خبراءك الذين يديرون المعركة في مأرب. إلى اليوم مبعوث الأمريكي الذي يتحدثون عنه لا يحمل خطة للسلام، الرئيس بايدن أيضا لا يحمل خطة للسلام، فإما سلام حقيقي وإلا حرب حتى يتحقق الانتصار بإذن الله. مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، الكلام واضح وصريح ومباشر، ما الجديد الذي يبنى عليه وإلى أي مرحلة ينقل هذا الكلام وهذه المواقف المعركة؟ هناك ثقة واضحة علا في حديث محمد علي الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء. هذه الثقة تقول أنه إما سلام حقيقي وإما الحرب حتى الانتصار، ويثق من تحقيق اليمنيين أو أنصار الله أو حكومة صنعاء في النهاية لهذه الحرب، الانتصار في نهاية هذه الحرب مهما كانت التكلفة ومهما كانت أيضا السنوات، سنوات هذه الحرب. اليوم نتحدث عن السنة السابعة التي سنلجوها بعد أقل من أسابيع أو شهر. محمد علي الحوثي قال بشكل واضح وفي حديثه اليوم وفي كلامه أمام عشرات آلاف المتظاهرين في العاصمة اليمنية صنعاء، ويرد على ما يعلنه الرئيس الأمريكي من أحاديث صحفية وأيضا ما التزم به الرئيس الأمريكي في حملته الانتخابية. كل ذلك لم يتجاوز الكلام. كان من الواجب أن يتخذ بايدن الرئيس الأمريكي الجديد قرارا واضحا بوقف الحرب، وليس فقط وقف يعني الدعم العسكري للسعودية، لأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة، الضربات الجوية ما زالت مستمرة، أيضا التصعيد العسكري الميداني ما زال مستمر، وبالتالي هذه مناورة أمريكية واضحة أمام العالم، وهو أيضا تنصل من التزام الإدارة الأمريكية الجديدة بوقف الحرب في اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين الممتدة منذ سنوات. اليوم أيضا يتم تجديد الحصار وخنق اليمنيين ويعني معاقبة الشعب اليمني، لكن في الواقع ليس هناك خطوات أمريكية تتجاوز التصريحات إلى الواقع، ما زالت السعودية تشن هذه الحرب بشكل
واضح على اليمنيين، وما زالت تصعد في مأرب وأيضا تخنق اليمنيين وتمنع عنهم إمدادات الغذاء والدواء والنفط. اليوم الحرب علا تعود إلى السنة الأولى ربما في الأزمات، لناحية أزمة المشتقات النفطية، لناحية الغارات الجوية، لناحية التصعيد الميداني أيضا، لناحية الخطاب الأمريكي والخطاب السعودي الذي يرحب بالسلام لكنه في الواقع يمضي نحو المزيد من الحرب والقتل والتدمير. نسرين سلمي من رام الله، وإلا حرب حتى الانتصار، المعركة في فلسطين. المعركة في فلسطين ليست كالمعركة في اليمن، لكن الفلسطينيون قالوا كلمتهم، هم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات ولن يقبلوا بأي سلام لا يعيد لهم حقوقهم المشروعة، دولتهم المستقلة، عاصمتهم القدس. هم أوقفوا أي مفاوضات لأن إسرائيل تريد أن تكون هذه المفاوضات مع استمرار الاستيطان، مع أن القدس عاصمة لإسرائيل. الفلسطينيون رفضوا ذلك وأوقفوا أي اتصالات مع الإسرائيليين، كما أوقفوا علاقاتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت راعية لهذا السلام في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقالوا أنهم لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات إلا إذا ما أوقفت إسرائيل الاستيطان. وبالتالي كانت هذه معركتهم، التوجه إلى المحافل الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان، ضد المجازر الإسرائيلية، التوجه إلى مجلس الأمن أيضا لاستصدار قرار ضد الاستيطان، أيضا مطالبة الدول تحديدا دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالاعتراف بأن القدس عاصمة للفلسطينيين وليست لإسرائيل، ومقاومة أيضا القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هم اختاروا أيضا المقاومة الشعبية في المناطق المهددة بالاستيطان مثل الأغوار والمناطق المصنفة جيم. أعود إليك أحمد عبد الرحمن، هل بمكان ما الكلام هذا وهذه المواقف اليوم تركت الباب مواربا مع الأمريكي، وماذا عن المحادثات؟ بالتأكيد هي تركت الباب مواربا للأمريكي وأيضا للبريطاني والإسرائيلي ولدول تحالف الحرب على اليمن. اليمنيون يقولون منذ سنوات نحن مع السلام، نحن نرحب بكل الخطوات التي تدعم السلام وتفتح الحوار بيننا وبين التحالف السعودي لوقف هذه الحرب ورفع الحصار، وأيضا العمل على يعني معالجة ما خلفته الحرب خلال سنواتها الخمس أو الست أو السبع أو ربما قد تطول أكثر من ذلك. لكن بداية وقبل أي خطوة يجب أن تتوقف هذه الحرب ويرفع الحصار، لكن لم يحدث من هذا شيء. الحصار زاد شدة يعني، والسعودية والتحالف السعودي اتخذ إجراءات تزيد من خنق اليمنيين من خلال هذا منع دخول السفن المشتقات النفطية، ولهذا خرج اليمنيون اليوم ضد هذا الحصار الخانق عليهم. الحياة ستتوقف، وسائل المواصلات والنقل ستتوقف خلال أيام، المستشفيات والمصانع وأيضا الموانئ والمؤسسات الخدمية، آبار المياه، محطات الكهرباء ستتوقف خلال أيام قليلة ما لم يتم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن اليمنيين أمام خيار واحد، إما الموت في البيوت أو إما الموت في جبهات القتال، ولهذا اليوم تجري معركة مأرب، وهناك نية واضحة من صنعاء، وهناك تحشيد حقيقي، هناك تواصل مع أبناء قبائل مأرب، ولا تراجع عن هذه المعركة كما يبدو حتى هذه اللحظة، طالما لم يراجع التحالف السعودي يعني ما يقوم به، وأيضا طالما أمريكا والولايات المتحدة لم تتخذ خطوات جادة على طريق وقف الحرب وإنهاء معاناة اليمنيين. المعركة اليوم تجري في مأرب علا، وهناك اتجاه لتحرير هذه المحافظة باعتبارها آخر معاقل التحالف السعودي وأهم مركز ومنطلق لعملياته باتجاه صنعاء، وأيضا لأهميتها الاقتصادية والنفطية لوجود حقول النفط والغاز في هذه المحافظة. والهدف هو إنهاء معاناة اليمنيين بدخول هذه المدينة والحصول على حقهم من ثرواتهم النفطية
والغازية. فجأة اشتعل الشارع في جورجيا، تظاهرات لافتة للمعارضة سبقتها استقالة رئيس الحكومة، وأمس استنفار في أرمينيا ومواجهة بين الجيش والمعارضة من جهة ورئيس الحكومة وحلفائه من جهة أخرى. فماذا يجري في القوقاز؟ أهو بدفع داخلي أم بتحريك خارجي؟ المشهد في القوقاز يبدو صاخبا. منذ فترة تتصاعد الاحتجاجات في كل من أرمينيا وجورجيا، الدولتين الواقعتين بين آسيا وأوروبا. تظاهرات توحي بوجود جمر تحت رماد في كليهما. ففي العاصمة جورجيا تبليسي تتواصل تظاهرات المعارضة المطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية التي أجريت الخريف الفائت. التظاهرات تجددت بعد استقالة رئيس الوزراء جيورجي جاخاريا الذي ينتمي لحزب الحلم الجورجي الحاكم، على خلفية اعتقال الشرطة رئيس حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض نيكا ميليا. أما في أرمينيا فالتظاهرات الحاشدة تملأ الشوارع وتنذر بتصعيد الأزمة الداخلية وسط تسارع الأحداث، إذ اتهم رئيس الوزراء نيكول باشينيان الجيش بمحاولة الانقلاب عليه بعد قراره بإقالة نائب رئيس الأركان نيجران خاتشاتريان، ليرد الجيش بمطالبته بالاستقالة. الخلاف تحول إلى الشارع، حيث تجمع الآلاف في ساحة الحرية وسط العاصمة يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الذي يحمله كثيرون مسؤولية عقد اتفاق سلام برعاية روسية مع أذربيجان، أدى إلى سيطرة باكو على أغلب أراضي إقليم كاراباخ المتنازع عليه بين البلدين. بدوره دعا باشينيان أنصاره إلى الشارع لتشهد ساحة الحرية احتشاد عشرات الآلاف بين مؤيد لرئيس الوزراء ومعارض له. إذن موالون ومعارضون يحتشدون في الشوارع في البلدين الجارين، وبالتوازي تحتشد المواقف الدولية شجبا أو تأييدا لهذا الطرف أو ذاك. فهل تتوالى أحداث هذين البلدين القوقازيين لتصبح عنواناً لأزمة متصاعدة تستقطب القوى الدولية حولها؟ مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، القراءة الروسية بداية لما يجري في أرمينيا. طبعاً ما يجري في أرمينيا هو استمرار للحالة التي نشبت في البلاد بعد الهزيمة المرة في حرب كاراباخ. ونظرا لأن الوضع السياسي في البلد لم يتغير، فنحن نتذكر أنه بعد تلك الهزيمة كانت هناك مطالب شعبية قوية وتظاهرات في الشارع الأرميني تطالب برحيل رئيس الوزراء باشينيان الذي حمل المسؤولية من قبل معظم القوى السياسية ومن قبل الرأي العام الأرمني بشكل عام عن تلك الهزيمة، نظرا للأخطاء الفادحة السياسية والعسكرية التي اتخذتها قيادة البلاد. والآن ما نراه هو استمرارا لتلك الأزمة، ولكن بشكل آخر، بعد أن أدلى الرئيس الوزراء باشينيان بتصريحات وصفت بغير مهنية، لأنه رجل ذو خلفية إعلامية ولا علاقة له بالجيش ولا يعني يفهم جيدا كل القضايا المتعلقة بالتقنيات العسكرية. الموضوع يخص تصريحاته بخصوص استخدام أو عدم استخدام صواريخ إسكندر التكتيكية، أصلا لم يكن مدرجا على قائمة الجيش الأرميني استخدام هذا السلاح التكتيكي، لأنه لا يستخدم عادة في مثل هذه النزاعات الحدودية بين دولتين جارتين. وهذه المسألة هي أيضا ضمن التعهدات الأرمينية أمام روسيا التي زودت أرمينيا بهذه الصواريخ، لأنها يعني لا يمكن يعني حسب التعهدات الأرمينية أمام روسيا لا يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة الفتاكة ضد بلد جار تربطه أيضا بروسيا علاقات استراتيجية. لذلك هذه التصريحات كانت استفزازية ربما من قبل رئيس الوزراء الأرميني كما فهمها العسكر، لذلك سخروا من هذه التصريحات وحملوه المسؤولية عن التدهور السياسي في البلاد والهزيمة، ولذلك كانت المطالبة باستقالته. لكن الآن تجري الأمور وبفعل تأثير روسي مباشر للتهدئة ولكي يسحب كل طرف مطالباته بالاستقالة. الرئيس الوزراء الأرميني يسحب المطالبة باستقالة رئاسة الأركان، ورئاسة الأركان أيضا تتراجع عن قرارها بضرورة تنحي باشينيان والعودة إلى المربع الأول والتهدئة، لأن روسيا ترى أن باشينيان رغم الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها يبقى هو الضامن للاتفاقيات التي وقعت
بعد الحرب في قرطبة، لذلك روسيا تريد التأديب في أرمينيا. أحمد عبد الرحمن، يعني واضح أنه كل العمليات السياسية الداخلية هي مرتهنة للخارج، ما يجري أيضا في الداخل اليمني هو كذلك. هناك أطراف مرتهنة للخارج، النخبة اليمنية الحاكمة وأيضا الشريكة في الحكم خلال 30 سنة سلمت مصير اليمن وقرار اليمن للسعودية والدول الأخرى. في السابق علا كان اليمنيون ينقسمون ما بين طرف وآخر، ومصير اليمن يقرر خارج اليمن كما نقل نجيب الرئيس في كتابه رياح التغيير في اليمن، لكن اليوم ربما اختلف الوضع قليلا، أصبح هناك طرف وطني يخوض اليوم معركة كما يقول، معركة وطنية ويمضي فيها لتحرير جميع المناطق، ولهذا السعودية شنت حربها لإعادة اليمن إلى حظيرتها كما كانت في السابق. فهل ستنجح الأيام والسنوات المقبلة؟ ستقول لنا ما إذا كانت ستنجح السعودية أم ستفشل. أعود إليك سلام العبيدي، أن يجري ما يجري في أرمينيا بالتزامن مع ما يجري في جورجيا، ما أيضا تحليلاته، ما خلفياته؟ طبعا يجب أن ننطلق أولا وقبل كل شيء من أن روسيا تعتبر منطقة جنوب القوقاز امتدادا حيويا وطبيعيا لمصالحها القومية والاستراتيجية والاقتصادية إلى ما ذلك، نظرا للعلاقة التاريخية بين روسيا وهذه المنطقة، ولذلك كل ما يجري في جنوب القوقاز يعني يثير قلق عميق لدى موسكو. وروسيا دائما ترى ان هناك محاولات خارجيه للعبث في هذه المنطقه التي توصف احيانا بالحديق باحدى الحدائق الخلفيه لروسيا. في جورجيا مع بعض اوجه شبه لما يجري في ارمينيا، لكن هناك خصوصيات اخرى. اولا لان جورجيا من الناحيه الجغرافيه والجيوستراتيجيه تعتبر منطقه او جمهوريه مفصليه، لان تمر عبرها كل خطوط وشبكات وعقد المواصلات، سواء كان ما يتعلق بالنقل أو خطوط الأنابيب. مثلا النفط الأذربيجاني جزء كبير منه يصدر عبر جورجيا من خلال موانئ البحر الأسود. لذلك المشهد السياسي في جورجيا هو ليس بعيدا عن المصالح القومية الروسية وأيضا النزاع على تلك المنطقة. فمن يسيطر على جورجيا يسيطر على كل هذه العقد والخطوط المواصلات. في الآونة الأخيرة هناك تحرك إيجابي في العلاقات بين موسكو وتبليسي. رئيس الحكومة الجديد الذي عينه البرلمان قبل يومين لرئاسة الوزراء، أول الخطوات التي أعلن عنها هو السير باتجاه تطبيع العلاقات مع موسكو، واعتبارا من 1 آذار يعني بعد 3 أيام ستعاد الحياة إلى الخطوط الجوية بين الطرفين، يعني فتح المجال الجوي بين جورجيا وروسيا. هذا بلا شك يثير قلق المعارضة السياسية الداخلية الليبرالية ذات التوجه الغربي، وهذا يعني أنه من غير المستبعد أن الغرب هو الآخر ربما حرض على هذه المظاهر في الشارع الجورجي. لكن روسيا كما قلت تريد الاستقرار والهدوء في تلك المنطقة، وتريد إبعاد التأثير الغربي عنها، لأنها مسألة تتعلق بالأمن القومي والمصالح القومية والاقتصادية الروسية. فيلم الهدية ليس مأخوذا عن رواية أو من نسج خيال المخرج، بل هو قصة واقعية لحياة مريرة يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. مخرجة الفيلم نقلت هذه المعاناة وأوصلتها إلى الترشيحات الرسمية لجوائز أوسكار. فيلم الهدية أو The Present كما أطلق عليه باللغة الإنجليزية هو العمل الأول للمخرجة البريطانية الفلسطينية فرح نابلسي، والمقتبس من أحداث حقيقية. العنوان حمل في طياته معنيين، الهدية والحاضر، والزواجية المعنى هنا مقصودة لنقلها إلى الفيلم نفسه. أحلى بلد فلسطين. 6 دقائق و42 ثانية كانت كافية لأن تسلط فرح الضوء على معاناة العائلات الفلسطينية في بيت لحم وقلنديا والضفة الغربية بعد 25 عاماً من الغربة عن وطنها فلسطين. هناك مشهد أشد قسوة تم عرضه في الفيلم، وهو شاب أعرفه منذ سنوات ويعيش في الخليل. يمكن القول إنه يسكن على الطريق بالمعنى الحرفي للكلمة بسبب وجود نقطة تفتيش على بعد 80 متراً من منزله.
بغض النظر عن المكان الذي يريد أن يذهب إليه وماذا يريد أن يفعل ومن يريد أن يرى وماذا يريد أن يشتري، فإنه يذهب إلى نقطة التفتيش كما يفعل أي فلسطيني آخر على ذلك الطريق. The Present يرسم هذه الأوضاع من خلال يوسف، الأب الفلسطيني الذي يتنقل بابنته الصغيرة عبر نقاط تفتيش الجيش الإسرائيلي لشراء هدية لزوجته، لتكون هذه المهمة البسيطة من المهمات الصعبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. لم يخلو فيلم فرح من حكاية الجدار العازل الذي شرعت إسرائيل ببنائه عام 2002 في ذروة الانتفاضة الفلسطينية، وهو ما سمته جداراً يقتلع الأرض وبيوت الناس ويمزق الأسر. فيلم الهدية وصل أخيراً إلى القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار، ما يعني تصنيفه ضمن أفضل 10 أفلام في فئته. وقد حاز الفيلم جائزة الجمهور في مهرجان كليرمونت فيرانت الدولي للأفلام القصيرة، وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان كليفلاند السينمائي الدولي. ومن المنتظر ذكره ضمن إعلان الترشيحات الرسمية لجوائز الأوسكار في الدورة 93 في 15 من آذار مارس المقبل. نسرين سلمي، طبعاً هو ليس الفيلم الأول، لكن ما الذي أضافه هذا الفيلم مع وصوله للأوسكار؟ هذا الفيلم بقصة البسيطة التي يعني تحكي قصة أي شخص يريد أن يذهب إلى عمله، يذهب في الصباح إلى العمل، لكنه مضطر إلى المرور عبر حاجز عسكري. هذا الحاجز لا يبعد إلا بضعة مئات أو بضعة عشرات من الأمتار عن بيته، لكنه مضطر أن يقف عليه أمام جنود لا يبلغ عمر بعضهم أو معظم الجنود الموجودين على الحواجز العسكرية هم بين 18 و20 من العمر. هؤلاء الجنود يتحكمون بحياة مئات ألاف الفلسطينيين، بعضهم أطباء في مشافي، بعضهم أساتذة في الجامعات، بعضهم يحصل على لقب حتى بروفيسور وليس فقط العامل. هؤلاء هم من يتحكمون إذا ما كان هذا الفلسطيني سيصل إلى مكان عمله أو إلى بيته. هذا الفيلم تريد منه المخرجة أن تخاطب يعني ضمائر الرأي العام العالمي، الناس العاديين في الغرب الذين يخرجون إلى عملهم وعندما يعودون في المساء يريدون إحضار هدية إلى بيوتهم، إلى زوجاتهم، إلى أطفالهم. هؤلاء من تريد إيصال هذه المخرجة صوت الفلسطينيين إليهم، لعلهم يتحركون، يضغطون على دولهم من أجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ. يعني أعتقد أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة أطول من الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين. هؤلاء الفلسطينيين اليوم يعانون من قضية يعني عاشتها جنوب أفريقيا وعاشها الهنود الحمر في الولايات المتحدة عندما وضعتهم الولايات المتحدة في محميات. الفلسطينيون اليوم يشعرون بأنهم يعيشون في محميات بسبب الجدار الفاصل والحواجز العسكرية التي حولت مدنهم إلى كانتونات، إلى غيتوهات. إذا أراد الفلسطيني أن يخرج من مدينة إلى أخرى مثل رام الله إلى القدس التي لا تبعد عنها سوى 16 كيلومترا، أصبحت تأخذه يعني أكثر من ساعتين إلى 3 ساعات للوصول إليها عبر الحاجز العسكري المعروف بقلنديا أو حاجز السيتي إن أو المعروف بحاجز بيت إيل العسكري. جنود يتحكمون بالحركة. إذا أردت أن تتناول العشاء مع عائلتك في القدس يجب أن تخرجي من حوالي الساعة 5 لتصلي هناك في الساعة 7 علا. هذه هي حياة سلام. هذه المعاناة كيف عالجتها السينما السوفيتية والروسية؟ السوفيات والروس أبرعوا في فن الحرب ولا سيما في مجال السينما، وهذا باعتراف دولي. قدموا روائع كثيرة في هذا المجال. الاتحاد السوفيتي قدم قربانا 27 مليونا من أبنائه في سبيل النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية. آلاف المدن والقرى الروسية السوفيتية كانت ترزح تحت الاحتلال النازي. الملايين أزهقت أرواحهم في تلك المناطق المحتلة. مئات الآلاف هجروا إلى ألمانيا للعمل كعبيد في المصانع الألمانية، إضافة إلى التعذيب والاعتقالات إلى آخره. وهذا كله، هذه الحقائق كلها ألهمت المخرجين والسينمائيين السوفيت إلى تقديم روائع معترف بها دوليا، وقسم كبير منها نال جوائز في السينما العالمية. وحتى الكثير من المخرجين والسينمائيين الأجانب بما فيهم العرب والفلسطينيين تخرجوا في المعاهد السينمائية السوفيتية ونقلوا جزءا من الخبرة السوفيتية في مجال إنتاجهم. لذلك للسينما السوفيتية والروسية فيما بعد تأثير كبير وعمق في معالجة مثل هذه المشاكل.
أعود إليك نسرين، كيف يمكن للأفلام أن تخدم القضية؟ ربما أصبحت الأفلام وسيلة من وسائل الفلسطينيين لخدمة قضيتهم، لأنه يعني أصبح الكثير يبتعد عن وسائل الإعلام التقليدية مثل نشرات الأخبار أو الحديث فقط بشكل عام عن الحواجز العسكرية، عن المستوطنات، عما يتعرض له الفلسطينيون في تحت الاحتلال. ربما الحديث عن حياة بسيطة، تفاصيل بسيطة بحياة فلسطيني مثل يوسف، هي تستطيع أن تخاطب قلوب وعقول البشر في العالم، وتحديدا في الدول الغربية التي تؤمن بالحرية، وحرية الحركة هي حرية كفلتها كل المواثيق والأعراف الدولية، لكنها بالنسبة إلى الفلسطينيين هذه حرية محدودة تتسع وتضيق بمزاج الجندي الإسرائيلي الذي قد يضع حاجزا عسكريا بالقرب من بيتي ويمنعني من الخروج لشراء الخبز لأطفالي أو الدواء. هذا حدث ويحدث في كل يوم. هذه المخرجة وهذه الأفلام تستطيع أن تخدم القضية، لأن الفلسطينيين أصبحوا يدركون أن ربما عليهم، هناك جمعيات كثيرة اليوم تريد أن تخاطب الحركات الشبابية، الطلاب في الجامعات، الناس العاديين في هذه الدول، من أجل يعني أن يحركوا مشاعرهم ويلتفتوا إلى أن هناك دولة فلسطينية وشعب فلسطيني يخضع للاحتلال. وعلى فكرة هذا ما فعلته أيضا إسرائيل والحركة الصهيونية عندما قدمت عشرات الأفلام بدعم من الدول الغربية تتحدث عن النازية وتتحدث عن المحرقة، وأرادت أن توصل مأساة الإسرائيليين إلى العالم من خلال الأفلام أكثر مما فعلت عن طريق وسائل الإعلام. وبالتالي ربما تكون الأفلام أيضا وسيلة من وسائل المقاومة الفلسطينية لإيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم. نسرين سلمي، سلام العبيدي، أحمد عبد الرحمن، كل الشكر لكم. مشاهدينا فاصل ونحلل بعده قضية اليوم. بالنار، هكذا استهلت دبلوماسيتها الإدارة الأمريكية في المنطقة. ماذا أراد بايدن من خلال هذه الغارة؟ هل أراد القول إنه الرجل القوي الذي لا يقبل المس بقواته كما حصل في أربيل؟ وهل في رده المحسوب حسب جيدا حساب رد من المقاومة على الغارة العدوانية؟ وماذا عن روسيا التي بدت الأكثر انزعاجا من هذه الضربة؟ إذن اعتداء أمريكي على مواقع على الحدود السورية العراقية، اعتداء نفذ بتوجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن. إنه العدوان الأمريكي الأول على سوريا في عهد جو بايدن. إدارة بايدن نفسها التي تسعى إلى استئناف الحوار مع طهران بوساطة أوروبية بهدف إحياء الملف النووي. العدوان حصل بتوصية من وزير الدفاع لويد أوستن الذي قال متأكدون أن الهدف الذي أصابته الغارة في سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق. وكان البنتاغون قد أعلن أن سلاح الجو قد وجه وبدقة عالية ضربة مباشرة ضد مواقع لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية. وذكر البيان أنه بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي نفذت الغارات. وقال مسؤول في البنتاغون إن مجموعة أهداف عسكرية جرى تدميرها بالكامل بعدما توافرت معلومات استخبارية مفادها أن الجماعة المسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع لقوات أمريكية منتشرة في العراق. مسؤولون أمريكيون قالوا لنيويورك تايمز إن البنتاغون كان قد عرض مجموعات أكبر من الأهداف، لكن الرئيس الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ أصغر هذه الأهداف. موسكو دانت من جهتها العدوان ورأت أن التصرفات الأمريكية في سوريا قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة وانهيار الاتفاق النووي مع إيران. ما حدث خطير للغاية برأيها وغير قانوني، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة بأسرها. مع العلم أن الغارات بدت محدودة كما ذكرت رويترز، التي رأت أن هذا من شأنه أن يقلل خطر التصعيد، إضافة إلى اقتصارها على أهداف في سوريا من دون العراق، وهذا ما كان على ما يبدو مدروسا أيضا.
قاسم عز الدين محلل الميادين للشؤون السياسية، للضربة رسائل استراتيجية في أكثر من اتجاه. نعم، رسائل ومؤشر على أن يعني استراتيجية بايدن هي لم تكتمل بطبيعة الحال، لكنها تشير إلى بعض المعالم التي يمكن الاستنتاج أنها أصبحت ثابتة في مجلس الأمن القومي، وأولها أن بايدن لن ينسحب من سوريا ولن ينسحب من العراق، يعني هذا تأكيد على أنه باق في سوريا، وأنه سيرفض وسيعرقل بكل ما يستطيع من قوة أي حل سلمي للأزمة السورية، وسيعرقل مساعي موسكو بهذا الاتجاه، فضلا على أنه يستغل التوتر مع موسكو، يستغله في سوريا إضافة إلى المسائل إلى المناطق الأخرى كما ذكر اليوم، خاصة بالنسبة لأوكرانيا والقرم. لكن هناك توتر شديد بدأ يتصاعد من هذه العملية، من هذه الغارة التي كانت محدودة ومدروسة، لكنها تعطي إشارات بهذا الاتجاه. عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد، طبعا الرسائل لأكثر من طرف ولا سيما طرف المقاومة التي ضربت مواقعها وكان في إخلاء إلى قبل. ما اليوم ردود المقاومة؟ ما خيارات المقاومة للرد؟ دائما ما تعلن الفصائل العراقية على أنها تحتفظ بحق الرد على هذه الغارات، لكن ما بعد استشهاد القادة في مطار بغداد كان هناك خطاب جديد طرأ على خطاب الفصائل العراقية، ونتحدث عن الفصائل العراقية الفاعلة، هي أنها تحدد الهدف وهي ليست معنية بأي توافقات أو حتى بأي تسويات، مهما كانت هذه التسويات كبيرة أو مهما كانت هذه التسويات إقليمية. بمعنى عندما تتحدث هذه الفصائل العراقية هي تقدم حلولا للمشاكل التي تعتقدها، وتؤكد بأنها خيار عراقي لا علاقة له لا بمفاوضات حول الملف النووي الإيراني ولا بأي تهدئة ربما تكون لأسباب إقليمية. الفصائل العراقية حتى وإن كان بيان كتائب حزب الله العراق الذي صدر قبل قليل والذي نعى فيه استشهاد أحد عناصره في هذه الغارة، لم يتطرق البيان إلى الرد أو التهديد به، لكن من الواضح أنهم اختاروا أن يكون البيان بهذه الصيغة وبهذا الشكل، يحاولون أن لا يسحبوا إلى المواجهة عندما تقرر الإدارة الأمريكية ذلك، ولكن هم يقررون متى تكون المواجهة ومتى وأين تكون الضربة. هم يعتقدون أنهم بالنفي عن الهجمات التي طالت المنطقة الخضراء أو السفارة محيط السفارة الأمريكية أو أربيل، هم أخلوا الساحة وأبرأوا أنفسهم، هكذا يعتقدون. وهم ينظرون على أن التعويل على المرونة التي قد تكون صادرة أو متوقعة من البيت الأبيض في ظل إدارة بايدن غير صحيحة، ويرون في أن الإدارة الأمريكية مصممة على اتباع النهج الذي كان في ديسمبر من عام 2019 عندما برأوا أنفسهم من ضربة الموقع العسكري الأمريكي في كركوك والذي راح فيه أحد المقاولين أو المتعاقدين الأمريكيين، ونتج عن ذلك استهداف للفصائل والكتائب عند الحدود العراقية السورية بذات الموقع، وكذلك ما نتج عنه من احتجاجات أمام السفارة الأمريكية وتلا ذلك استشهاد القادة. محمد فرج محلل الميادين للشؤون السياسية، اليوم نحن أمام تناقض، يعني كلام تصالحي مع بداية حكم وولاية بايدن، فإذا اليوم نحن أمام خطوة عسكرية، ماذا يعني هذا التناقض وهل له علاقة بمستجدات حصلت تحديدا في سوريا ما يتعلق بداعش، نصرة، قصد وغيره، أم أكثر من ذلك؟ يعني علا ثم الثنائية يتم تداولها في عدد كبير في بعض التحليلات السياسية، لابد من الانتباه لها بأن هذا الخطاب بين مزدوجين التصالح الأمريكي يترافق مع غياب كامل للنشاط العسكري الأمريكي، وباعتقادي هذه ثنائية غير صحيحة. تاريخيا عدد الحروب والمعارك والاضطرابات الكبرى التي ربطت بالتمويه القيمي للديمقراطيين في المنطقة كان أكثر من عدد الحروب التي ارتبطت بفجاجة الجمهوريين والتي وصلت إلى ذروتها مع
مع مرحلة النرجسية الترامبية. النشاط العسكري مع إدارة بايدن على الأغلب هو نشاط مستمر وجزء من استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام، ولكنها سوف تتحرك تحت مظلة عامة من المبادئ، أذكر منها ثلاثة. المبدأ الأول هو العمل باستمرار على محاولة تنظيف الصورة والاستمرار في مبادئ التمويه القيمي الذي اعتاد عليه الديمقراطيون. يعني قبل أسبوعين ما جرى الحديث فيه عبر البنتاغون أن القوات الأمريكية لن توجد لحماية أبار نفط في الشمال السوري كان عبارة عن شكل من أشكال التمويه القيمي، أننا لم نأتي إلى هنا لسرقة النفط وإنما لمحاربة الإرهاب وحماية الرعاية وما إلى ذلك. هذا جزء من أشكال التمويه القيمي الذي سيكون واضحا وجليا في إدارة جو بايدن. ثانيا، محاولة أن تترافق هذا النشاط العسكري مع شكل من أشكال محاولات فتح قنوات من الدبلوماسية السرية، وهو عامل مشترك بالمناسبة بين عدد كبير من أعضاء إدارة جو بايدن، من جاك سوليفان إلى أنتوني بلينكين. تتسم هذه الإدارة في أعضاء فريقها بأنها لديها خبرة في شكل من أشكال الدبلوماسية السرية. ستحاول إدارة جو بايدن الاعتماد على هذا العامل إلى جانب النشاط العسكري. ثالثا، أنها تنظر إلى هذا العامل العسكري كعادة الولايات المتحدة الأمريكية أنها ورقة مدخلة في أي إطار تفاوض سواء كان سري أو علني، لأنها تدرك جيدا أن ما يجري في ساحات الميدان والقتال هو الذي ينعكس على الصالات المغلقة من التفاوض وليس العكس. قاسم عز الدين، أعود إليك، في التوقيت أن تحصل هذه الضربة بالتزامن مع ما يجري من تطورات ميدانية فيما يتعلق بالجماعات المسلحة الإرهابية، أي علاقة وإلى أي مدى في ترابط مباشر؟ يعني أكثر من مسألة تحركات جماعات الإرهابية سواء يعني باتجاه النصرة أو بداعش في منطقة المتواجد فيها أمريكا وفي العراق أيضا. داعش بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هو مسمار جحا، يعني هو الذريعة التي تبرر وجودها في هذه المنطقة، لكن أهدافها أكثر من مسألة داعش. طبعا في مسألة موضوع النصرة هو يعني إشارة لتركيا. الموضوع الاستراتيجي الذي تعمل عليه الولايات المتحدة بإدارة بايدن هو تفتيت سوريا، يعني رفض الحل السياسي، لكن تعود إلى ما سبق إلى المراهنة على تفتيت سوريا وإنشاء إقليم كردي. ولهذا الخيار أنصار كثر سواء بالديمقراطيين أو بمجلس الأمن القومي. إنما المسألة الأساس والأهم هي أوسع من ذلك، هي الصراع والوجود الأمريكي في هذه المنطقة والصراع ضد محور المقاومة ككل، يعني بالعراق وبسوريا وإيران، وإلى جانبه الصراع الاستراتيجي الأكبر ضد روسيا. في هذا الإطار الواسع يخطو بايدن الخطوة الأولى، لكن ما يدفعه الآن تحديدا هذا التوقيت ليس ما يحصل فقط في سوريا أو في العراق، هو ما يحصل في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والانقسامات العميقة بالإدارة الأمريكية، إلى جانب الانقسامات بين الديمقراطيين والجمهوريين وفي المجتمع الأمريكي ككل الذي يمكن أن يهدد بحرب أهلية. من كل ذلك يحاول بايدن أن يمسك أو يوحي على الأقل بأنه يمسك الأوراق بيده ويعطي إشارة لهؤلاء قبل غيرهم أنه هو مستعد لاتخاذ قرار وأن يذهب إلى العمل العسكري أو ما يسميه بلينكين الدبلوماسية الردع، يعني هي دبلوماسية تقوم أيضا على العمل العسكري. عبدالله بدران، هذا الموضوع كيف سيكون له تأثير على جدول الانسحاب وعلى المفاوضات بين واشنطن وبغداد؟ طبعا قبل قليل صدر بيان لكتائب حزب الله، هو البيان الثاني الذي يصدر اليوم على أثر هذه الحادثة. الأهم فيه هو النقطة الرئيسية، الضغط باتجاه إخراج القوات الأمريكية وحق الشعب العراقي كما يقول بيان بالرد على هذه العملية، ونطالب الشرفاء في مجلس النواب العراقي والقوى السياسية بالتحرك الفاعل لطرد قوات الاحتلال ومحاكمة الخونة الذين يتواطؤون معهم. هذه طبعا فيها إشارة ضمنية لما قاله وزير الدفاع الأمريكي من أن هناك معلومات جرى تطويرها وأدت لتحديد المتورطين أو الطرف الذي يقف خلف الهجمات التي طالت الموقع الأمريكي العسكري في حرير بأربيل أو في محيط السفارة الأمريكية ببغداد. هناك قناعة لدى الفصائل العراقية أن ثمة من
تم التنسيق معه في الداخل العراقي لتنفيذ هذه الضربات، وهم هنا يغمزون باتجاه الاتصالات التي تجريها واشنطن على مستوى عالي مع العاصمة العراقية بغداد. مضافا لذلك ما توفر من معلومات لدى الميادين أن الاتصالات الأمريكية الأخيرة مع بغداد كانت فيها إحاطة نوعا ما، إلى أن العمليات حتى وإن تمت فإنها ستدفع الحرج قدر الإمكان عن أي يعني عن أي حرج يمكن أن تقع فيه الحكومة العراقية لمعالجته لإدراك الإدارة الأمريكية بتعقيدات المشهد العراقي. وهذا هنا طبعا جزء منه، هذا التعليق على جزء منه يشي بأن الإدارة الأمريكية بالفعل تتعامل مع العراق ليس كدولة ذات سيادة بعيدا عن هذه الهجمات، لكن عندما تحاول الإدارة الأمريكية أن تقول أن هذه الضربة اختيرت بعناية وبدقة وأن الأهداف اختيرت بعناية ودقة وذلك لدفع الحرج الدبلوماسي أمام بغداد، فإنها بذلك تحدد سلفا دون أن تتعامل مع بغداد بشكل ندي أو أن تطلب من بغداد أن تلاحق المجموعات التي تطلق الكاتيوشا والتي تستهدف البعثات الدبلوماسية أو الوجود العسكري أو أي شكوى من طرف أمريكي. بالتالي هي هنا تتصرف بهذا الشكل وتنفذ ضربة بهذه الدقة. نعم. وتعتقد، لكن طبعا هذه وفق الحسابات الأمريكية. من ذا الذي يؤكد أن هذه الضربة يمكن أن تكون بنتائج محسوبة وأن لا رد يمكن أن يصدر من الفصائل العراقية على ما حصل عند الحدود؟ قبل قليل تأكدت معلومات الميادين أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يوم غد سيكون في طهران في زيارة ليوم واحد يبحث العلاقات الثنائية وملفات المنطقة والتوتر طبعا ومحاولة الحفاظ على الوضع بعيدا عن التوتر. وهذا يعني أن الملف أو ما حصل عند الحدود العراقية السورية أيضا سيكون حاضر في مباحثات حسين والمسؤولين الإيرانيين. بالتالي بغداد هي الآن بالفعل دخلت في هذا الحرج على اعتبار أن هناك شهيد من الفصائل العراقية وأن هناك موقف لهؤلاء، لهم حلفاء هذه الفصائل ولديهم قوى سياسية، وبالتالي إن كانت إدارة الرئيس الأمريكي قد حسبت ذلك بدقة فهذا ليس أكيدا أنه مفصل على الموقف العراقي. محمد فرج، هل هي يعني هذه الضربة طبعا ستكون عابرة أم ستفتح الأبواب العسكرية والنار على الأمريكي سواء في سوريا أم بالعراق أم غيرها؟ يعني يجب أن نميز في إطار السؤال عن التواجد القوات الأمريكية بشكل عام، أن نميز بين التكتيكي والاستراتيجي، بين المرحلي والمستقبلي الأبعد، بين انسحاب كامل للقوات الأمريكية وإعادة تموضع لها فيما يعرف بالأدبيات بالريديبلويمنت. انسحاب يعني أن تفكك الولايات المتحدة الأمريكية رؤوسها الصاروخية في تركيا، تنسحب من قواعدها العسكرية في السعودية، قطر، العراق، الأردن وكل المناطق التي توجد في، هذا معنى الانسحاب الكامل. معنى إعادة التموضع هي تكثيف كما حدث على سبيل المثال سابقا في قاعدة العديد، ما صدر عن البنتاغون قبل شهر من اليوم تقريبا في الحديث عن دراسة إقامة قواعد عسكرية جديدة في السعودية. يمكن الحديث بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش الحالة الثانية اليوم في الوضع الراهن، ولا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش حالة من عبء التوسع كما كان يقول جون بول كينيدي ب The Rise and Fall of Great Power، صعود وهبوط القوى العظمى، فبالتالي هي تعيش أزمة، هذا أمر لا شك فيه، ولكنها تحاول أن تعيد تموضع قواتها بشكل أو بآخر، تشتري مزيد من الوقت بالإضافة إلى معالجة أكبر قدر ممكن من الملفات الساخنة في المنطقة قبل الوصول إلى النقطة التي يمكن الحديث فيها عن الانسحاب، والتي لا يمكن الوصول إليها كهدف استراتيجي إلا من خلال تعاظم هذا الصراع مع القوى الصاعدة في العالم وتعاظم الصراع مع محور المقاومة في المنطقة. فبالتالي يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعيش حالة إعادة تموضع، إعادة انتشار قد يكون مترافقا في تخفيض عدد هذه كوادر هذه القوات في هذا المكان أو في ذلك المكان وزيادتها في مكان آخر. إذن هذه الحالة التي تعيش الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تشتري أكبر قدر وقت من ممكن من الوقت لمعالجة أكبر قدر ممكن من القضايا المنطقة حبلى بقضايا ساخنة، سوريا، حرب اليمن، إشكاليات بين مصر والسودان، إثيوبيا والسودان، مصر والسودان بشكل واضح، أرمينيا وأذربيجان. إذن المنطقة حبلى بملفات ساخنة، تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعالج أكبر قدر ممكن منها قبل الوصول إلى النقطة التاريخية المهمة وهي اضطرارها تحت ظل أزماتها إلى موقف واضح في الانسحاب الكامل الذي ليس راهنا أو يمكن القول أنه راهن على المدى المنظور على المستوى المستقبلي. قاسم عز الدين، كيف تفسر الانزعاج الروسي والذي يعني أكد بشكل واضح أنه لم يكن هناك تنسيق بين الطرفين؟ وما الذي سيبنى عليه هذا الانزعاج يعني انطلاقا من الكلام اللي ذكر على خلفية هذه الضربة؟
التنسيق هو يعني حدث باتفاقية 2016 لمنع الاصطدام بين الطائرات أو القوى الأمريكية والروسية في الأجواء السورية، وأمريكا احترمت هذا الاتفاق. طبعا من جهة أخرى روسيا كذلك احترمت هذا الاتفاق، لكن عندما يقول وزير الخارجية أن روسيا أبلغت بالعملية العسكرية قبل 4 أو 5 دقائق، فهذا مؤشر على أن هناك توتر حاصل بين روسيا والولايات المتحدة، ليس فقط لأنها لم تعطي خبر، هو دليل على أن بايدن سيحاول قدر الإمكان أن يصوب باتجاه موسكو، والانزعاج من بموسكو بهذا السبيل يدل ويشير لها أن الولايات المتحدة ستستخدم الأجواء السورية قدر الإمكان لقواعد اشتباك جديدة، وهذا يزعج ليس فقط سوريا، ليس فقط روسيا، هذا يزعج كل الساحة في سوريا وفي المنطقة العربية، وهو الذي ممكن أن يدفع هذا الانزعاج، يقوي محور المقاومة سواء في قواعد الاشتباك المباشرة ضد وجود الأمريكي في سوريا وفي العراق، وممكن أيضا كما قال السيد نصر الله أن يذهب المحور إلى معركة استراتيجية عنوانها الأساسي داعش وإزالة داعش وكل من يتعاطى من داعش ويعتمد على داعش، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الموجودة لم تزل موجودة في التنف. عبدالله بدران، انطلاقا من كل هذه التطورات سواء الحدودية أم في الداخل أم غيرها، المشهد العراقي كله إلى أين سيذهب مع هذه التطورات على أكثر من صعيد؟ مشهد الأمني ربما. هذه الفصائل تتواجد على عند الحدود العراقية السورية، دورها الآن في الداخل السوري هو دور مساند للجيش السوري، لكنها بتواجد أقل مما كانت الأيام الأولى في الأيام الأولى للأزمة السورية. هي تتواجد عند الحدود العراقية السورية وفي الداخل السوري وفي العمق السوري. بالمناسبة المكان المستهدف هو ذاته الذي قصف منذ أيام بغارة المجهولة، طبعا لم يتأكد إن كانت أمريكية أو إسرائيلية. هذا المكان هو عبارة عن مساكن مؤقتة من الكارفانات موجودة في تلك المنطقة، والفصائل العراقية في تلك المنطقة لديها مقرات قيادة وسيطرة تتحسب من عبور مسلحي داعش من الداخل السوري باتجاه الأراضي العراقية أو العكس. هناك قناعة أن مسلحي داعش لدى قسد وكذلك لدى المجموعات التي تنسق مع الجيش الأمريكي في الداخل السوري لا يمكن استيعابها، وبالتالي قد يتفلتون، وهذا ما يحصل. الاستخبارات العراقية يوميا تصطاد عدد من مسلحي داعش الذين يتسللون إلى الداخل العراقي. هذا التطور الأمني يدفع بعبء أثقل على بغداد التي لديها التزام الآن تجاه هذه الفصائل وتجاه قوات الحشد الشعبي وتجاه حرس الحدود العراقي. بمعنى بعد هذه الغارة ماذا سيكون الموقف الرسمي للتحالف الأمريكي إن كانت هناك هجمات لتنظيم داعش أو نشاط لمسلحيه عند 605 كيلومترات من الحدود المشتركة؟ ربما يعني مساحة واسعة منها ليست بذات التغطية الأمنية الكافية التي يمكن أن تضع ثقة في أن لا تسلل من قبل مسلحي التنظيم. نعم الفصائل لديها رد كما هو واضح من بيانها، لكنها تنتظر الحل الدبلوماسي وانتهاء آخر حلقاته. محمد فرج، أنهي معك، لماذا هذه الضربة قد تؤثر على العودة إلى الاتفاق النووي؟ ليس بالضرورة، ولكن يمكن القول بأن أي محاولات أمريكية لتشتيت إطار التفاوض في الاتفاق النووي الإيراني برأيي لن تعمل، سواء من خلال رسائل تعتبرها الولايات المتحدة الأمريكية إيجابية على شاكلة الموقف من حرب اليمن أو العودة إلى حل الدولتين وما إلى ذلك، أو من خلال رسائل عدوانية على شاكلة هذه الغارة التي تم إجراءها اليوم. يتظهر هذا في موقعين رئيسيين: الدبلوماسية الإيرانية ذات تاريخ عريق وطويل، هذه الدبلوماسية الهادئة اعتمدت مبدأ الحوار ضمن إطار مغلق محدد ولا يمكن إضافة عدد إضافي من النقاط عليه، وهذا هو عمليا سر العذاب الأمريكي في رحلة الوصول للاتفاق النووي الأمريكي في الاتفاق النووي الإيراني. وفي من زاوية أخرى تحافظ إيران دائما على مجريات التفاوض في وضح النهار، مما يقطع الطريق على أي محاولة أمريكية من استخدام أساليب الدبلوماسية السرية التي تعبر عن عنوان أساسي من عناوين إدارة جو بايدن. في زاوية أخرى يمكننا متابعة تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد
محمد جواد ظريف بعد يومين من وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، قال نحن نعود إلى الاتفاق النووي الإيراني بدون أي شروط جديدة. لو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إضافة أي شكل من أشكال الشروط الجديدة على إيران، إيران بإمكانها أيضا أن تشتت هذا الإطار من التفاوض، ولكنها غير راغبة في ذلك. في الحد الأدنى يمكنها أن تقول يجب أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية تعويضات كبيرة مالية وسياسية ودبلوماسية في خلق البروتوكولات الدولية عن انسحابها من هذا الاتفاق أساسا. محمد فرج، قاسم عز الدين وعبد الله بدران، كل الشكر لكم. مشاهدينا، يبقى الشكر الأكبر لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.